يكتب للقدس لن يكتب شيء. لن يكتب شيء. قصيدتي آمنت بالقدس. آمنت بالقدس الشريف قضية مطب القلوب لطربها يتحصر تهوى النفوس آذانها وصلاتها وإذا النفوس بطهرها تتعطر في صورة الإسراء خلد ذكرها هي قبلة للمهتدين ومحشر وككوكب في نورها وقبابها راحت تصافح من يجيء ويفطر. يا دمع قلبي إذ منعت دخولها يا دمع قلبي إذ منعت دخولها منع صلاتي إنني أتحصر وإذا مررت بقربها متواعدا تأبى المشارف نور عيني تهجر. يعني يمكن بعض الناس يقول شيء مشارف يعني مشارف القدس، لا هو المشارف جبل المشارف جبل مشارف القدس لأنه هودوا وغيروا اسمه. ف وإذا مررت بقربها متواعدا تأبى المشارف نور عيني تهجر تهفو قلوب العاشقين لذكرها ولحبها نبقى نحن ونشعر بليت برهط كالعلوج توسلوا أرض الطهارة بالقرارة عسكروا منعوا العبادة والصلاة بساحها هدموا المنابر والحرائق فجروا سلبوا من القدس الشريف معالما نثروا التراب بصاحها قد حفروا يبغون هيكلهم وحلم زائف وجميعهم وبعونه لم يعثروا هبت جموع الثائرين جميعها هبت جموع الثائرين جميعها بشجاعة نحو الوغى تتجمهر حملوا الحجارة والسيوف ليطعنوا وتعالت الأصوات لبت كبروا الله أكبر راح يعلو سيفها ورؤوسهم قد قطعت فليظفروا حرقوا الطفولة حرقوا الطفولة والصغير بمهده لكنهم خسروا بها وتكهكروا وحجارة الثوار وحجارة الثوار راح دويها مثل القنابل فوقهم تتناثر المجد يأبى المجد يأبى أن تكون ظلاله إلا تكون القدس تأتي تحضر لثراك يا أم المدائن كلها من جاء يبغي موته لا يقهر. سلم فاهر بالفعل أبدعت أستاذنا والله لم أجد تعليقاً مناسباً يصف المدى الذي حبنا إليه. في قبل ما نسلم شاهدنا طبعاً على البحر المتدارك لمن يستهزئون بالآخرين أو لمن يحبطون من عزائم الآخرين بقول شيطان الشر إذا أقبل شيطان الشر إذا أقبل عن شر رؤاه فلا تسأل في وجهك يضحك في خبث في وجهك يضحك في خبث من لحمك خنجره ينهل اللؤم الأسود شيمته اللؤم الأسود شيمته وبقلب الآخر لا يحفل مسعاه شرور لا تخبو مسعاه شرور لا تخبو تفريق تفريق الألفة والمحفل يلقاك بملمح قديس يلقاك بملمح قديس ويعيث فسادا لا يغفل ما أسوأه ما أقبحه سيظل الأرذل والأندل معدوم النخوة إبليس أفاك
في اللؤم الأسفل معجون لقما وخداعا في كعبي نعل أو صندل لا أعني في قولي أحدا السافل يلبس لا يسأل من كانت فيه فليخسر فليخرس وليعلم سيظل الأرض. قوية كثير هاي.